عودي لمتابعه عالم الصباح. بعد شوي رح نشوف دكتور الفريد كرم، بس هلا شو في معلمه انا بقلكن اليوم بالفقره لا اتبنى اي معلومه طلعت اليوم من تم لما، هي مسؤوله وحده عن كل كلمه رح بتقولها. فاشن بوليس على العالم فهمنا ما اكلناها قتله، بس فاشن بوليس على السياسيين ما، انا يعني انا اتبرأ من صداقتي معك يعني حتى لحد ما وصلت. شو في معلمه؟ انت ما رح تقعدي عقلي؟ لا لا لا، قريب تلتين المراجل. طيب خلينا نضلك عند حكيك وبعد الهوا بتحكي معي. هلا انا بعد الهوا بقول لك شو الصح وشو شو اللي عجبني وشو اللي عجبني. اليوم رح نحكي سياسه، قررنا نحكي سياسه، ايه بس سياسي على طريقتي انا يعني. رح نحط صور سياسيين مثل ما قال جوزيف، دائما نحن بنعمل عرض عضلات على الممثلين والفنانين الاجانب هالمره تمروا اخر تمروا اخر. هالمره رح ناخذ بعض السياسيين ونحكي انا كيف بتصورون او اللوك تبعهم شو بده تغيير اللوك. ما رح نحكي سياسي، خلينا نشوف اول شخصيه. شفت الواحد ببلش ببيته، ايه عن جد حافظي على الكرسي اللي قاعدة عليه. الشيخ سعد، هلا الشيخ سعد كلنا بنلاحظ وبنشوف انه شاب كتير حلو، يعني عنده ملامح جميله، وجه كتير حلو. هلا طبعا الشباب بتبطلوا فيه لانه شخصيه صغيره بالعمر، فانا بتصور لو شوي شعره بيكون مرحرح اكثر، يعني مش كتير مجمد. وبعدين انا بشوفه بلا شوارب بلا سكسوكي. شيخ سعد ما تزعل مني، بس انا كتير بتصورك انه الوجه اللي منه عايز لا تصغير ولا تطويل حرام نحط شعر عليه. سوري ان شاء الله تشوفوني بكره هون. لا. بقى بتصور انه شعراته اصلا شعراته كيرلي، لازم ينعمل لهم ريلاكسينج باي لما باي، وبيظهر جماله كتير أكتر من هيك. بالنسبة لتيبو أنا ما عندي ولا كلمة أولى، عادة بيلبس الألوان كتير حلوة ومتناسقة مع بعضها، بس مشان اللوك الشعر والدقن هيدا اللي كان بدي أحكي عنه. طيب خلينا بأهل البيت، إيه ما كتير توسع. دكتور سمير جعجع، دكتور سمير جعجع بحس عنده مثل أي شخص كان عسكري وصار سياسي، ما بيقدر يعمل نقلة كتير قوية بالمظهر، يعني الألوان دايما رايقة، الألوان دايما غامقة، مثل ما بيقولوا to be on the safe side، حتى دايما يحمي حاله. أنا مثلا بنصح يشيل شواربه لأنه شوارب بيكبروا بالعمر. لو كانوا مثلا عنده بس شوية شعر رايح مثلا كنت قلت له فيك تعبي. بس بالنسبة لتيبو بلاحظ أوقات أنه ما لازم يخاف من الألوان، يطلع من البني مثلا، عرفت هالألوان اللي يعني بتحزن، يفوت بالأزرق الفاتح. بس أنا بفهم هيدي بتجي من النفسية الباك جراوند تبع الشخص. بتعرف أنه لبس كمان الواحد لا يفرض وهرته في لبس معين في ألوان معينة، هلأ أكيد ما عمره يطلع لبس زهر يعني، عرفت كيف؟ شعر بالك ولا أورانج يا أختي، ما تعلقي من بعدي بجملتي، ما توصليها بجملتي. بس أنه حلو نلبس ألوان يعني ما نخاف منها. أوكي. استاذ عاصم أنسو، أول شيء ما شاء الله شخصية كبيرة ضخم، يعني انا بتشوف مثل ما شايفين بالصوره البدله واسعه، الاكتفات عم بيعرضوا له، يعني معرضين له اكتفاته اكثر. الاب هون الاب واسعه، هيدا تب لكل الشباب انه بايسوا اوقات الاب بتطلع الاب مزبوطه ومن تحت كثير عريضه، ضيقوا القميص والعكس مزبوط. اذا الاب منا ظابطه من فوق ما فيكم تشتروا القميص، يعني اذا بتلاحظ كثير رخوه، عرفت كيف؟ انه اوكي. هلا وجهه طويل، انا بلاقي كثير حلو وقت بيطول شعره من ورا، ومشان هيك بيلبق له الكفيه وقت بيلبس، يعني الستيل يلي هو بيعيشه بالضيعه يطول شعره من ورا شوي يعني، لانه ما عنده كثيف وشعره مالس. اوكي انتقلنا الاستاذ دوري شامون. الاستاذ دوري شامون انا بفتكر ما في يقول ولا كلمه عنه، وكل ما كبر هالشخص اذا بتلاحظوا كل ما انا بلاقيت حلا، يعني هالشايبه حافظ عليها مثل النمر فعلا. تيبو كتير حلوين، ما في شيء ينقر على بدلته ولا على شعره.
خلص سكتنا كمان ولا كلمه. على صورتين طلع له، صورتين بيطلع له. ايه طبعا اللون الرمادي كتير حلو له، كل توناليتي تبع الرمادي. نيكست استاذ وائل بوفق. يا استاذ وائل، انت شاب صغير بالعمر، انت شاب صغير وكل الشباب كمان بيقولوا عنا شخصيه صغيره بترمزنا. انا بحس انه كل تيابك بيكبروك بالعمر، يعني بي مور يونغ، كون اصغر. الالوان فوت بهالازرق، ما تخافوا بالازرق، بتحبوا اول شيء الكاميرا انتوا عم تطلعوا على الشاشه. الشعرات فينا نعملهم شوي على الموضه، نروح بفرق على جنب. يعني انا مش رح اجي اطلب من شخص كبير بالعمر يكون فانكي بانكي، بس نحن املنا فيكم انه ننبسط كمان شو، لانه هو شخصيه كتير مهضومه وحبوب، بس عم يبين اكبر. والشكل بأثر في كاريزما بالخطاب، في كاريزما وبالكلمه اللي بتوصل. لازم يكون شوي حس عمره اكبر، يعني ما هالعبيت السياسي شلحها اذا رح تكبرك بالعمر، خليك عيش عمرك اكثر. نعم. اه هلا شو بدكم مني؟ انه ليه؟ ليش عم تخلونا ندق بالسفرات؟ اه عندنا السفير غضنفر ركن ابدي، اوكي. هلا ما فيناش نحكي على سيستم اللي عم يلبسوها، مثلا بنعرف انه نحن ما بيلبسوا كرافتات، دونك ما في اعرف قديش الاب كبير او واسعه. اجمالا بحسوا انه كثير بيظبط بدلاته بيشتغل عليها. بالنسبه للشعر وللدقن، هلا الدقن فيها تبقى، بس عم لاقيها كثير كثيفه، يعني سميكه نفسها مثل ما هي لازم يروح فيها ارق. ديرتي لوك، ديرتي لوك اكثر. بالنسبه للشعرات، هلا الشعرات قاصصهم كثير مربع، يعني هيدي مطرح تاني، هيدي عرفت كيف، يعني هون كتير قصصر على جنب والشعر كثيف من قدام. بس انا لقيت البقلو مفتوح على الشميز اكتر من مسكرة، لانه انت وجه مدور طبعا. هيدي القبة المسكرة هيدي هون رسميا، يعني لو كانت دقنه جوزيف اخف ما كنت شفتها شيء. اوكي عرفت علي. والشعر اكيد بده تخفيف من فوق. انا سفيرة شو في؟ شو في؟ صرخت انت ليش؟ ليش صرخت؟ امورك كونيلي، بده الفيزا. بدك الفيزا بعدها اخذتني على امريكا. اوكي، لكن بدنا نخفف. مورا كونيلي، اوكي طبعا من عندها اوفر ويت. لازم تلبس الوان غامقه، مش كتير فاتحة، مش لأنه اوريدي هي فاتحة، هي لا ومش بس هيك بتنصح لألوان فاتحة. بعدين بلاحظها بتلبس ماشي سنيك، يعني كتير اسمها حتى لو شتي ما هيك. فينا نلبس رقيق وبنلبس كوت، بنوصل على محل وبنشلع. اوكي الألوان ما في شك، أنا اللي عم تلبسهم كل اللي شفناهم ثلاث ألوان بالبقولة، بس ما فيها تسمح لحالها هالشيء. اذا بدها تلبس هالالوان بدها تلبس فوق قطعه ثانيه غامقه لحتى تصغر من جسمها. انا بحب كثير ستايل عويناتها. اوكي عقاب، عقاب صقر، شعرك كثير حلوين ونوعيتهم كثير حلوه، بس كثير عرفت كيف، يعني بحسهم متمردين. كول كول فيري كول. وبفتكر عنا صورة تانية، شوفوا هون كيف مضبضبهم، شفتوا الأزرق قديش بيلعب دور مهم؟ طبعا ايه فعلا اللون الأزرق فعلا. أهم دور بيلعب، أبدا ما لازم يطول دقنه أبدا، لازم يحلق كتير كتير منيح، وما يترك شعره يروح بالعرض لعقاب، وخليك أكيد يانجش مركزي على الازرق. لحظة انه ست نايلة معوض ليش عن موتو، لحتى انه انا بدنا نحكي عنها وين؟ على الموتو. اوكي ست نايلة معوض، اوكي عندها ستيلا اللي هو كتير بيسي بيجي مثل ما بيقولوا. انا بحب انه شعرها ما تقصره كتير فعلا، وما تخمقه، هيدا اللون كتير حلو مرة ايام، بس حلو شو لابسة، كتير حلو بتلبس، كتير حلو فعلا. بس هون على الموتو يا ريتها كثير كول. مش جينز ما بتخيلتها يعني. انه هي على الموتو ابدا. شفتوا لكن ما تنغشوا بالمظاهر. فينا نكون كثير كول، ومعروفه عنا انها هي بتروح وبتبرم كثير بالمناطق. اوكي بعد في كثير صور جوزيف، انت زمطت اليوم في شيء قلبك عم يدق، ما حكينا شيء غلط. لا مش الحمد لله مش الله، يعني بعد في شيء ولا خلص وقت؟ نحن خلص الوقت، خلص الوقت. انا بدي اقول انه بالفعل يعني انتبه الخطوه، يعني قديش انحكى عن الفستان يلي لبسته السيده الاولى بامريكا وقت طلع اول مره اوباما رئيس جمهور، لانه مش مسموح لحالها لازم اعملها انا للسيده الاولى، بس بقي شهر
على كل التلفزيونات ينحكى عن فستان السيدة الأولى ميشيل أوباما. يعني بكره حنكون عندك ستيب باي ستيب. بكره حنكون عندنا لا بعد نحن السيدة الأولى على راسنا وعيننا. فكل المشاهدين نحن بعد هالوقفة رح نكون طبعا نحن وياكم مباشرة مع دكتور ألفريد كرم مع بروبايوتيك بلس. دكتور ألفريد صباح الخير. صباح النور. لابس أزرق لبقله الأزرق لما دكتور ألفريد طبعا نحن نعرفك انك دايما تختار البال المناسبة والبدلات اللي على القد محافظ نورا شو نورا بروبايوتيك بلس. ما فينا ننصح ببرودوي ما نكون نحن عم ناخده ونستعمله يوميا اهل البيت. ببين علينا انه هيبوكريتس سخيفين او مش مزبوطين. بس خلص حلقة على التلفزيون او على الراديو بلتقى هيك بجمهور او بقعد مع ناس بيسالوني بيني وبينهم هل قد هو مهم؟ يعني بفكروا انه رح اقول لهم شيء ثاني، يعني عم بعمل له اهميه ماركتينج لكن هو منه مهم. نعم. بقول لهم بعد ما حكيت كل اللي بدي احكي. نعم. لحديت هلا بعد ما حكيت كل اللي بدي احكيه عن البروبيوتيك بلس لانه بخاف يفكروا زدت بالمعنى وبنقص من اهميته. على سيره العالم اللي عم تلتقي فيه ونحن بانتظار اتصالات المشاهدين اللي بحب يحكي عن تجربته مع البروبايوتيك بلس، ارقام تليفونات رح تمرق قدامكم على الشاشه. دكتور ألفريد حضرتك صرت بمرحله الحبه، قطعت مرحله ثلاث حبوب؟ لا 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 شو. انا ما بحياتي باخذ حبه بالنهار. بعدك لهلا؟ لا 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 انا لك اللي بدي لك شغلي، انا بحكي الناس بالطريقه اللي هي أقل كلفة لألهم وأفضل منفعة. نعم. أنا إذا بقدر فيدهم بحبة وحدة بالنهار ليش لا؟ عم نشتغل عم نروح لبعيد وعم نروح لوظائف عديدة. أنا بعطي الناس من بعد 3 أشهر ياخذوا حبة بعد العشاء، بتمنى أنه تكون هالحبة كافية لألهم. أوكي؟ إذا بالحبة بيقدروا يفيدوا ليش بدي أعطيهم 2 و3 و4؟ مش معناتها ممنوع. كل واحد بحب ياخذ أكثر، حقه بالحياة ياخد أكتر بكتيريا، حقه بالحياة ياخد أكتر جو نقي، حقه بالحياة ياخد أكتر خضرة أورجانيك طبيعية، حقه بالحياة يرتاح أكتر على فرشته بالبيت بمنطقة، إذا هذا حق. أوكي؟ يعني نحن بنعرف كتير منيح أهم جزء بالجسم هو المعدة والهضم، الجهاز الهضمي كله. الجهاز الهضمي كله، يعني هيدا اذا كان صحي يعني جسمنا كله سليم وصحي وحتى صح. يضرب على عقلنا وعلى دماغنا يعني عفاك صح صح شو صح. اسمه يعني وهو تركيز البروبايوتيك بلس تركيزه على الجهاز الهضمي. ليك ما حكيتها هيك بالصدفه هالكلمه. لا. اليوم تبين عند الاطباء والباحثين انه في عكس بنقول له انتستينو سيريبرال او سيريبرو انتستينال، يعني ايه نعم بيتحكم بالموت تبعولنا وحالة النفسية اللي عنا إياها مصراننا. ما نفكر إنه موضوعنا موضوع موضة. أنا ما عم بحكي موضة ولا عم بحكي قضية شهرة، عم نحكي عن أسس للحياة، أسس للصحة، أسس للمناعة. إيه نعم حضرتك قلت الجهاز الهضمي والمصران بالذات، ما في شيء بيدخل على الدم، ما في شيء بيدخل على الصحة، ما في شيء دماغي بيستفيد منه إذا ما مرق على المصران والمصران قال له للدم خده قدمه للجسم. إذا نحن بدنا مصران يكون كليا فعال بطريقتين أساسيتين. أول كل يمنع دخول الأشياء اللي هي منا صحية لقلنا على الدم. نعم. ويسمح بدخول كل الأشياء اللي بده إياها الجسم. نعم. اسمح لي دكتور أخذ نادية من الزوق. إيه. صباح الخير ست نادية. إيه مرحبا. يا هلا تفضلي. إيه تسلم لي. أنا أول شيء بدي أحييك وأحيي برنامجك. يا هلا. بس أنا في شغلة بدي إياها للدكتور كرم، أخذته أنا هذا البرودوي تبعه. نعم. كويس. اندريت كتير والله العظيم بالدم والضمير عم بحكي، والحكيم منعني كليا اخده. ما كويس. خلينا نروح مع بعض لانه انت اول شخص بيطلع على الهواء او بيحكيني. يعني عم بحكي بالدم والضمير. ما عم بقول لك اسمعيني شوي. ما عم بقول لك ما عندك دم وضمير، بالعكس عندك دم وضمير وكتر خيرك عم تطلع، لانه هيك باكدوا الناس. ما بندفع للناس مصاري ليطلعوا يحكوا على الهواء، عرفتي كيف؟ فانا بيهمني اخذوا قطعك.
الخير نفعه، كيف انا كيف ما بقدر احكي شيء بس انا انضريت عليه. بدي اسالك كيف انضريتي ولو قولي لي. طيب ما انت انضريتي مش هيك؟ انضريت، صار معي وجع بمصريني، صار مع انه ما عندي بروبلم يعني. اي متى صار معك وجع بمصرينك يا قلبي؟ وانا حتى اتصلت قبل بمره، انا عم بقول لك بالحريه، يمكن غيري بيستفيد، انا ما بدي ضر حدا. مدام انا انضريت، عم باخذ وبعطي معك، بدك تاخذ وتعطي معي، طلعتي انت بحالي. لكن ما تكوني قاسية معي، قاسية على البروديو معلش، بس عم بسألك كيف انضريتي؟ من أربعة أشهر يعني. مدام كيف انضريتي؟ قولي لي شو اللي بينضر، بيستفرغ، بيراجع، بيعمل دياريه، بيروح على المستشفى، بدي أعرف شو صار لك. حبيبي صار معي وجع بمصريني، صار وكل شوي بدي فوت على الحمام، وكل شوي بدي أقدر من الحمام، يعني صار عندي كومبليكاسيون بمصريني. لا اسمعي شوي، لكن عم تحكي عن شيئين، لكن ما تخربتي كثير، صار عندك قد ايه اخذتي للبروبيوتيك بلس؟ كيف اخذتي يعني؟ اخذته كله، بقي فيه ثلاث اربع حبوب ما عاد قدرت اخذ. اي 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 حبوب، اي يعني علبه الصغيره الوسط الكبيره، اي هي؟ اخذت العلبه العاديه اللي اشتريتها يمكن $50 ما بعرف قد ايه. واخذتيها كلها يعني مشان النفس، وصار لك هيك واخذتيها كلها وضليتي مدام عيني ليكي، بدنا نحكي، في ناس عم بتسمعوا وانت عم تطلعي بطريقه كليا مفاجئه، ما عم تعطينا تعليمات واسعه حتى. ليكي في اشخاص نعم بحسوا انه مصران، انزعجوا منه لانه بلش يحركهم المصران من هون. انت مخطئه بالحديث اللي عم تحكيه، يعني ما تواخذيني، انا ما عم بقول ضميرك، انت اخطاتي بال طريقه لا 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 بطريقه الحكي اللي عم تحكيه. ليك بدي لك شغله، ليك بعد ما اخذت العلبه كلها انا بهمني شو. لا بهمني، انا بهمني ناس يطلعوا لانه هيك بيعرفوا، بتاكدوا العالم كله انه احنا ما بنقول لناس يطلعوا. هلا بتصير في حالات المدام على المدام مليون، بس المدام انزعجت اوكي، بس هالشي ما اثر على صحتها. الانزعاجات بتصير بتصير، يعني انا مصراني حساس، عطيته بروبيوتيك بلس، بلشت هالبكتيريا تشتغل، بلش مصراني يشتغل لانه كان كسول وشعرت بهالحركه هيدي، انزعجت. هذا انزعاج طبيعي، نشكر الله انه انزعجت. يعني مثل واحد بيروح بيعمل رياضه وبيرجع معضل جسمه. خليني كفي ما في مشكله مثل واحد بيروح بيعمل رياضه وبيرجع جسمه معضل، هالرياضه ما نفعته لانه عضل، رياضه انتفعت بس بيكون عمل اكثر من اللازم. هيدي المدام لو اتصلت فيي، ما انه انا بترك تليفوني، ما تروح تسال اي طبيب، بدي اسال طبيب مختص بالموضوع. مش اي طبيب بقدر يفيدها. فاذا فيك ناخذ تجربه ثانيه على الهواء. صباح الخير. بونجور. يا هلا تفضلي. مدام رنا من الشوف. علي صوتك اذا ممكن. مدام رنا من الشوف. يا هلا. في عندي بنوته عمرها 5 سنين. على طول وجع بطن، وهي وصغيره صار كثير عندها نفخه وهيك. عملت لها فحص كان فتول اناليزز وكل شيء، ما عندها لا ديدان ولا شيء بمعدتها، يعني كل الحكماء بيقولوا لي نورمال، بس هي هيئتها تحت عيونها بضل اسود وبضل هيك لعيان، نفسها تلعي، ما لها نفس على الاكل. فبنصحني اعطيها ولا لا؟ بنصحك لانه اذا بنتي هيك بعطيها، اوكي؟ اذا بنت اختي هيك بعطيها، اكيد بنصحك، بس انت شو عملتي؟ رحتي لعند طبيب؟ اخذتيها لعند كل شيء طبيعي، ما عندها شيء بروبلم. معلوم اعطيها، لانه هيدي علامات مصران، هيدا السواد تحت العينين وهالتعب هيدا والشحوب، اكيد البكتيريا بده يساعد بنتك، بنتك عمرها 5 سنين، اعطيها حبه بنهار، يمكن ما فيها تبلعها، افتحيها حطيها على لبنه، لبن بمي اللي بدك اياه، وتشربها وتروح بالوقت، شهر شهرين ثلاثه ما فيها الا ما تستفيد. مئات الافات، ليكي البكتيريا ساكنتنا 5 ملايين سنه، مش اليوم بدها تيجي تخربط لنا مصراننا، اوكي؟ نحن عم نعطي بكتيريا ساكنت الانسان 5 ملايين سنه، اذا ما راح تفيد شخص مثل ما قالت المدام وتضر شخص. أنا المقصد هل هناك بيكون مشكله بالمصران اذا اتخذت هي وعم تنحل بس فيها المحل الوجع؟ ما حدا راح ياخذ بروبيوتيك بلس الا اذا عنده مشكله بالمصران. نشكر الله راح على البروبيوتيك بلس، ما راح على شيء ثاني.
نعم. لكن لما الطبيب يوصف له أدويته يأخذ أدويته يأخذ البروبيوتيك بلس، البكتيريا لازم تسكن بالمصران. نعم. نحن شو عم نعمل؟ عم نعيد لهالناس أفضل أنواع البكتيريا على الطريقة الطبيعية لتسكن المصران. إذا الأشخاص اللي بيطلعوا بهالطريقة وبيعطوا بدون ما يأخذوا ويعطوا، بعتقد فيها شوية شك. نعم. لهالسبب أنا بدي كفي مشواري، صار لي 15 سنة، بعد في عندي 15 سنة لقدام. نعم. رح بكفيهم مع الناس بكل إخلاص وكل مهنية بالموضوع. شكرا لك دكتور ألفريد كرم. لكل المشاهدين وقفة بسيطة وبعدها منعود للمتابعة مع بخصوص الجمال مع جين نصار.